السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي. اعتذر، ادري ان السيزون اليوم المفروض انزل مقطع عن السيزون، لكن باذن الله بعوضكم بكره مقطع عن السيزون. اللي صار ان التحديث الى الحين ما خلص، فانا النت عندي جدا بطيء فما خلص تحديث، قاعد احدث يمكن 7 ساعات 8 ساعات، لكن باذن الله اني بنزل مقاطع عن السيزون هذا جديد، ويقولون انه خرافي فراح اشوف بنفسي باذن الله. اعطوني افكار انزلها عن السيزون الجديد، اي فكره في بالكم اكتبوا لي اياها تحت في الكومنتات، ولا تنسون الله يسعدكم كود شوب بي اس ال. شكرا لكم جميعا اللي تستخدمون كود شوب. اي واحد يستخدم كود شوب بيشتري باتل باس، يشتري اي شيء من الايتم شوب، ارسل لي على الانستغرام باذن الله بتدخل سحب على دولارات. يعطيكم العافيه جميعا، وخليكم مع المقطع. وخمسة، كم عندك خشب حجر؟ كثير عندك، كم عندك؟ ترى يطلب بس 5 حجر الحقيقي. لا تقول لي 25. 27 هارتس بي. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب عربي، واليوم معي محمد او فايروس. يا هلا وسهلا. دمج ابو قنده امك قنده. ندخل جوا ما عليك. اوكي قول. لا يقول وسيله من وسائل المساعده لتخطي المرحله يوجد فقط في المراحل العشبيه. طيب هذا كنه يعرفني هذا صح؟ يعرف انك حق سكيب وكذا بس. حبيبي الله يسعدك. سموني سكيبي انا. اوكي ها على طول كذا. ما بالاختفاء. حلو، قم بالاختفاء. اختباء، اختبي. يلا اختبيت. يلا بعدين وش السالفه؟ او لا يمكن في واحده منها يدخلنا المكان ثاني الحقيقه. ها يب اقفز عشان تقدر تطلع. اوكي. لا والله حلوه. في كوينز هنا. اوكي هذا كم الكوينز؟ هذا كم كوينز؟ هذه حلو. هذه اي دونت هاف انف ريسورسز. كم اخذها؟ اوه اجمع من هنا. طيب خلينا نشوف هنا وهنا. اوه 5 خشب. هو يبغى 5 حجر. اي مكتوب. اي بس هذا اوكي. لا والله فكره حلوه. يبغانا نجمع كثير رجل. 25. ليه؟ عشان بدل خمسة. عشان 5 حجر. اوكي ما اتوقع بيدبل صح؟ تعثرت على المي. شوف بيدبل ولا لا؟ ما في اي تدبيل. لا خذيت انت. والله الاحرق. عطني. اوكي بس. 5 5 5 و5. كم عندك خشب حجر؟ كثير عندك. كم عندك؟ ترى يطلب بس 5 حجر الحقيقي. لا تقول لي 25. والله اني حسبينه 25. المشكلة ان المشكلة اللي قاعد اقول قبل شوي 5 5 25. حلو اقرا هذه 5 حجر وحاط في بالي ان تبغى حجرة واحدة يجيك بخمسة خشب. هذا اللي فهمته انا، فهمت؟ بس صار يعطيك هنا 5 خشب 5 حجر يبدلها. يهجت شوي يعني. الحقيقة يعني. ها؟ يبغى كم واحدة يبغى؟ أكثر من واحدة؟ ده أتوقع صح؟ اوكي خلاص. والله حسافة التجميع. والله كهر ها؟ والله كهر. اوكي. هلا بي. هوب. ها ادخل جوا؟ لا والله ما تدخل جوا. ايش صار؟ والله هجت معي الصدق يعني. اووووو. وهلا بي. الله العظيم اني ما احترف يا رجل. اصبر. دلف. الله ايزي بوي. في جهاز تخطي. اوه مضبطينك محمد. هلا بي. ما سوى هنا تخطي. الله ودنا عاد بس خليت امها شوي. شط على امرك. ايوه اوه شيء. مستوى. تبي ميديم ويل ولا ولدان؟ بالله إيه لا ابغى بالله شو اسمه ولدني. محترقة يعني. حط ايه عطنا بالله. سم هذه محترقة. كاتشب مستردة ها؟ خذ لك هذه محترقة. جيب فلوس. طيب الله وجهك. لا طفر. دقيقة بس اكلم دقيقة واجيك لحظة. تدفع بالبي. ايه. اوكي. اين الحقيقة؟ اووو. هلا بي. لا استهبال هذا. يا ساتر. اوه هلا والله بالغالين. الزبده على هذه اللي فوق. ها اسحب اللي تحت. اوكي اللي فوق. لا ام ايوه صح. اي انكم حلو ابو اللي يعلم الكره ثاني. ايش فين والله حسابه يا اخي. ام خلصت. مستوي كله مستوي. والله ما شاء الله. تقول ويل دن. ايزي بوي. ها هلا سهلا. يلا انت يمين ويسار. ها بسم الله يا ربي يا كرم علي كريم. يلا هنك هنا. اوكي. لا حد اللعب هنا. ايوه دبل. الله 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 الله. طفت الاضاءه الزرقاء بتموت. ها فزت انا. اتوقع اني خلصت يعني.
اما بس كذا يب مكان صيد سمك في الاسفل بنلعب كذا بالنص والله العظيم اني ما ادري بس اتوقع ان تنرفز يعني هذا اللي كان صيد سمك بالاسفل فين الاسفل اوه هنا وين تعال هنا دورت توي يمين يسار ما في شيء هنا 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 اوبا ايوه اوب والله لها اللي اوه ما تخلص يب شوف يحطها في جيبه ورا اذا خذاها اوه شوف هي لي يب يب الف الف اقول لك يا ساتر هذه ما يمدي نعديها لازم شو اسمه اوكي بس ما توقعت هذا المكان والله اوكي انظر الى الماء انظر الى الجزء الممتلئ ليش صار غدر فيني ها وش صار كيف نعدي هذه انظر الى الماء والله العظيم غريب يا اخي يا اخي وش اللي جاب فيك انت نظرت الى الماء اصل الجزء ممتلئ اوه السالفه فجاه ها ما ادري في زي انت وصلت البرتقاليه اصلا يب 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 في هوايه هنا في الارض بنتلط عليها هوايه برا ولا جوا هنا في البحر في المويه هنا اوه الهوايات الدوائر ذي اوكي يب في هوايه هنا اوكي هلا بي دام كيف معاكم مستر عالية قفزة عالية ايش نستخدم طيب السالفة انا بستخدم انا شو قفزة عالية افضل اوكي انا اقول قفزة عالية اوبا جيك اصابك اصابك هتموت هتموت خذ نفس خذ نفس هوب مستوي امه مستوي اي بالله مستوي وين نزلت انت درعم درعم قدام بعدين ادخل بالدائره الاخيره ادخل جواها كرقت فوق يس yes. والله تحمست اوكي ارقص بسرعة مؤقتة دروبر اوكي مستوي جوا والله متنا على طول يا ساتر يا رب اذا الله مستوي والله مستوي مستوي حاول تسلق الجبل توجد ازرار توقف جهاز التبريد هنا لهذا جهاز اللي فوق قصدهم تهاوش ها 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 هلا بي هلا بي اللي عرت ايش فيك مصاب اوه هذا هو اوكي ليش ما يطفى؟ اوكي في ازرار كثير بس زر واحد يشتغل اوكي اتوقع ان هذا ها؟ قمة تشغيل زر بحذر ها؟ شمطة العمر اوه خلص ايد الله وجهك ايام ديه انا شغلت واحد هنا واحد يشتغل هذا هو ثالث زر مكتوب عليه ثالث زر يب هذا ثالث زر اوكي في هنا زر بس هنا هذا زر زر بضغط عليه الله اسطورة بس ايزي ايش في اللاج بس كذا اوكي خلاص سرعة عالية قفزة عالية اتوقع ان سرعة عالية هذه سرعة هذه يبيلها تو فلايش ذا فلايش مت يا غالي كيف سويته؟ بيض الله وجهك البتات 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 يا ساتر صح لك الله عليك مستوي اخي من اول يا اخي خذ اسلحه خذ اسلحه كثير ايش يعرق ذا يا عمري ما بدك تجي ها يا مقفل وش ذا تبدا الرحله بعد تعال بسرعه الباص وش صار ايوه 3 2 1 1 1 الحب العب الحركة حاب اوصلك وين تبي تروح؟ يلا ادي له رقص باقي 9 ثواني 8 ثواني 7 ثواني حلو ها؟ ايش هذا ها؟ هاي اوكي الله خلصنا المهم قناتي على اليوتيوب نجنج جي جي شكرا شكرا اوسم شكرا بيسلم قناتي على اليوتيوب نجنج والله شكرا على الماب الماب خفيف لطيف ظريف نجنج حاب اوصل لك رساله الله يسعدك ايوه هي لما تحط اسمي هنا شوف خلك ميم علي هي ما تحط اسمي هنا بتهاوش معك ما هي الحقيقه الغايبه ولا شباب بيع فايت انت بيع فايت ها عموما بس هاي مقطع اليوم الماب صراحه خفيف لطيف مثل ما قلت لكم بس اللي قهرني صح انه تصميم
مغيره لشيء ثاني، بس تمنيت ان تصميم يكون افضل افخم من كذا. تصميم مش بطال صراحه، بس انه ودي بافخم كذا من كذا عشان يصير الماب مره رهيب. شكرا محمد على اللعب والتحمل. لا بس والله صدق الماب حلو والله. والله الماب مش بطال، ما ينرفز ما ينرفز ومش سهل يعني. بس هاي كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم ليت ما تنسون زر لايك واشتركوا بالقناه كنتم مشتركين، ولا تنسون كوتشوب بياسر الله يسعدكم. وبعد شوي بيطلع لكم على فئتين من التساب. شكرا لاي منتسب القناه من اعلى فئه او اقل فئه، شكرا لك انك انتسبت في القناه، هذا يعني لي شيء كثير. الله يسعدكم جميعا، نشوفكم على خير، سلام.